أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج بالبونت العريض، فيها نحلل أبرز ما جاءت به الصحف الصادرة لهذا اليوم. إذا ننتقل مشاهدينا إلى عناوين الصحف الصادرة لهذا اليوم وماذا كتب ماذا كتبت الصحف الصادرة لهذا اليوم. حيث كتبت صحيفة أخبار اليوم بالبونت العريض: الحزب الشيوعي ينفي أن يكون جزءا من الحكومة التي يرأسها حمدوك. أما على صدر صحيفة الحراك السياسي: مبارك الفاضل يطالب بحل الحكومة وقيام الانتخابات في أقرب وقت. على صدر صحيفة الوطن: السلطات تلقي القبض على كبار تجار العملة. وعلى صدر صحيفة السوداني: رئيس اتحاد أصحاب العمل: التواصل مع الحكومة ليس في أفضل حالاته. على صدر صحيفة النيل الدولية: سويسرا تجدد الالتزام بدعم التحول الديمقراطي في السودان. وعلى صدر صحيفة وكالة السودان للأنباء: الإرصاد تحذر من هطول أمطار غزيرة بعدد من الولايات. وعلى صدر صحيفة هلالنا الرياضية: الهلال يعود للتدريبات مجددا بعد الراحة. إذن مشاهدينا، كانت هذه عناوين الصحف الصادرة لهذا اليوم، وننتقل مشاهدينا مباشرة إلى عمود اليوم، حيث كتب الصحفي محمد لطيف: شيطنة الشرطة أم هيكلتها؟ صبيحة يوم من الأيام الماضية أصدر مدير شرطة أحدى المحليات بولاية الخرطوم توجيها لكل رؤساء الأقسام في محليته فحواه ضرورة توقيف كل عتاة الإجرام من الدرجة الأولى والثانية. أضاف المدير عبارة ذات مغزى: انتظر تقريرا بالنتائج في أو قبل الرابعة عصرا. كانت النتيجة المباشرة إن حصيلة تلك الحملة الطارئة وفي الموعد الذي حدده المدير 12 متهما ممن تنطبق عليهم المواصفات وقيدت ضدهم بلاغات. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني ببساطة أن جهاز الشرطة إذا وجد القيادة المسؤولة والمتابعة الدقيقة بإمكانه أن ينجز المطلوب منه وأكثر. قبل أكثر من عام من الآن دعيت ضمن مجموعة من الصحفيين لمقابلة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك. كانت مداخلة الرئيسية أن الديمقراطية الرابعة إن لم تجد أنيابا تعض بها خصومها عند الضرورة فستسقط كما سقطت الديمقراطية الثالثة. كان تعقيب رئيس الوزراء حينها أنه متفق مع ما طرحته وأن ترتيبات جارية لإنشاء جهاز للأمن الداخلي. اختلفت مع رئيس الوزراء في طرحه وقلت له: إن لديك الآن جهاز قائم بالفعل وهو جهاز الشرطة، وخيارك الأفضل أن تهتم به وتعيد هيكلته وتبعد عنه من شوه صورتها وأساء استخدام سلطاتها فيما أهدر حقوق المواطن. صحيح أن سيد رئيس الوزراء اتفق معي يومها على ضرورة دعم الشرطة، ولكن الصحيح أيضا أن البحث عن جهاز جديد ما يزال جاريا. فلم نتفق يومها، ولكن قناعتي ظلت راسخة. ولعل هذا المدخل يقودنا لحملات شيطنة الشرطة التي تنتظم المشهد السياسي والإعلامي الآن. فأي عاقل هذا الذي يحاول أن يقنع الناس؟ وأي عاقل هذا الذي يقتنع بأن جهازا يجري الإعداد له الآن وعضويته لن تتجاوز 5000 فرد بأي حال من الأحوال، يمكن أن يكون بديلا لجهاز تجاوز عمره 100 عام وتجاوز عدد أفراده 100,000 ينتشرون في كل أصقاع السودان؟ الذي يتأمل في الأمر لن يخرج عن أحد احتمالين: إما أن من يقف وراء هذه الدعوة لا يتجاوز تفكيره الخرطوم العاصمة، أو أن دوافع ذاتية هي التي تقف وراءها. وهل صحيح ما يتردد على أن الجهاز الجديد ليس بديلا للشرطة وأن مهمته الأساسية جمع المعلومات؟ فإن كان الأمر كذلك ف
والمفارقة التي تتجلى هنا. إن إدارة الشرطة الأمنية القائمة الآن ضمن إدارات الشرطة المشيطنة كانت هي في الأصل إدارة الأمن الداخلي، وهي تقوم بذات الدور. فما الجديد إذن؟ يجب أن نعترف أن جهاز الشرطة الحالي به العديد من المثالب، مثل كل الأجهزة التي تعرضت للاختراق والتوظيف السياسي طوال عهد الإنقاذ. ينطبق هذا على جهاز الخدمة المدنية على سبيل المثال لا الحصر. فهل فكر أحدكم في قيام جهاز بديل للخدمة المدنية؟ أم أن المعركة التي تدور الآن حول أنجع السبل لإصلاح الخدمة المدنية واستعادة استقلاليتها؟ فلما لا ينطبق ذات المنطق على جهاز الشرطة كذلك؟ ولمصلحة من السعي لإهالة التراب على هذه المؤسسة العريقة؟ ولما لا تكون الدعوة لإصلاحها وتمكينها من استعادة استقلاليتها وقبل هذا وذاك دعمها دون سقف؟ فالذي يجب أن تدركه الحكومة أن أمن المواطن فوق كل شيء، وعليها أن تعلم أن توفير هذا الأمن مكلف جدا، وعليها أن تعلم أن خيارها الأوحد لحماية المواطن وحماية النظام الديمقراطي هو جهاز الشرطة. فلتذهب كل قيادات الشرطة إلى الجحيم، وليذهب كل فاسد فيها إلى السجن، ولكن يجب أن تبقى الشرطة جهازا مدنيا ذا مهام عظيمة. إذن مشاهدينا، كان هذا عمود اليوم للصحفي محمد لطيف، وسننتقل إلى الفقرة التحليلية، ولكن عقب هذا الفاصل ابقوا معنا. إذن أهلا وسهلا بكم مجددا وإلى الفقرة التحليلية، وينضم إلي في الاستديو الصحفي والمحلل السياسي أستاذ يوسف سراج. أهلا وسهلا بك ويسعد صباحك. أهلا بك أستاذ سيف، تحية لك ولمتابعي ومشاهدي فضائية الهلال. أهلا وسهلا بك. إذن قرأنا عمود اليوم للصحفي محمد لطيف، ما رأيك في عمود اليوم؟ أرى أن الأستاذ محمد لطيف تطرق لقضية هي حيوية جدا ومهمة، ألا وهي قضية الأمن يعني بشكل عام، ويمكن خصص عموده للتطرق لجهاز الشرطة والدور الكبير اللي بقى على عاتق جهاز الشرطة خلال الحقبة الانتقالية الحالية، ولعله يمكن استدعاء ذلك الأمر في التطورات الأخيرة يمكن والأحداث المؤسفة اللي شهدت العاصمة الخرطوم من تفلتات أمنية كبيرة يمكن روعت للحد الكبير المواطنين في عدد من الأحياء السكنية، بل يعني جرت أحاديث كثيرة حول هذا الأمر إنه سمت عصابات وجريمة منظمة وجهات تحض وتحرض على إشاعة
الزعر وما إلى ذلك. أنا أعتقد أنه حديثه يأتي في هذا السياق بضرورة إيلاء جهاز الشرطة، باعتباره أنه الآن هو قد يكون الجهاز العسكري الأقرب أو الأمني الأقرب للمواطن الآن، والمعني بصورة مباشرة بقضية الأمن والاستتباب واستقرار الأوضاع. ولعله عقد مقارنة في ذلك باعتبار أنه يعني في السابق كانت كثير من المهام كما هو معلوم يبان النظام البيض كان أضعف جهاز الشرطة بالأجهزة الموازية، وخصوصا تداخل الاختصاصات ما بين جهاز الشرطة وما بين جهاز الأمن والمخابرات السابق. يعني خصم جهاز الأمن والمخابرات السابق كثير من الامتيازات والأدوار اللي هي من صميم عمل أداء الشرطة على مر تاريخ السودان القديم. ولعل الأستاذ محمد لطيف في مقاله يعني يحث الحكومة لأهمية إعادة للشرطة سيرتها الأولى، ولفت في ذلك بأنه يعني بتوجيهات بسيطة أخيرة استطاعت الشرطة أنها تتصدى لكثير من المهام. كما أشار لين يعني في المحليات تم ضبط عدد من معتادي الإجرام وما إلى ذلك. أنا أفتكر أنه أتفق تماما مع ما ذهب إليه الأستاذ محمد لطيف في أهمية أنه الدولة أيضا قال أنه لديه رؤية مخالفة للاتجاه السائد لإنشاء جهاز أمني داخلي جديد، بيرى أنه هذه الإمكانات بدل أن تذهب في تشكيل جهاز أمن جديد يكون له تبعاته على الدولة، كان الأولى بها أن تدفع كل هذه الإمكانات لتدعيم الشرطة الحالية وتقويتها يعني تحدث استتباب الأمن المطلوب. يعني الآن ما المطلوب من جهاز الشرطة لاستتباب الأمن؟ يعني أنا أعتقد أنه الشرطة عليها أن تعي وبذاكرة جديدة، لأنه الشرطة السودانية أيضا تأثرت أيما تأثر أخسف كشأن كل القطاعات في السودان التي تأثرت بالنظام البائد وسياساته. أنا أفتكر أنه يعني النظام البائد جرد الشرطة من كثير من صلاحيتها وميزتها التاريخية، ويمكن أضعف كثير من أو قلل من هيبة الشرطة في حد كبير. يعني نفتكر أنه الآن الكورة في ملعب الشرطة، خصوصا أنه حالة جميلة وطيبة أن يكون وزير الداخلية هو شخص من البيت الشرطي نفسه، يعني وشخص كان قريب لوقت قريب واحد قادة الشرطة المعروفين. نفتكر أنها فرصة وسانحة طيبة جدا لبناء جهاز مواكب، ويعني يستطيع أنه يتصدى لكثير من هذه الأمور اللي فيها مؤامرات وفيها شغل من هذا النوع. يعني نعم.